أستاذة، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف نتعامل مع هذه الرسائل؟ وكيف نميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة؟ بارك الله فيك. هنا لماذا حاولت أني نصرح حتى في سرد بعض هذه الرسائل المسمومة صراحة لتبيانها، لأن الناس إلى اليوم هم يتراسلوا فيها. كيف بداية، كيف لما نقول لهم هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مش بحتة إيمان ولا يا أو غيري، لا، هو الحمد لله للعلماء ينبهوا، العلماء اللي تهاجموا فيهم هم من ينبهوا فينا، هم من يعلموا في هذه الأمة. يعني أول حاجة الحديث لازم يكون بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي الحديث مروي عن من بدون سند، عن أبي هريرة، هل هو في الصحيحين، صحيح مسلم، صحيح البخاري، هل هو موضوع؟ لازم الحديث عنده سند، الحديث لا يأتي مقطوع هكذا مبتور. الحديث مثلا يقولك لا، حديث صححه الألباني. إن اطمأننا أن هذا الحديث بسنده وفعلا الإنسان، أو واحدة من العلامات الأخرى أيضا، كلما طال الحديث وأصبح نوع سبحان الله من الخرافة، يعني أو قصة أو حكاية من بينها، الله يبارك فيكم، هذا طبعا يدعو لشد، من بينها ان امراه مثلا كانت تحمل كيسا من الحطب في مكه وكانت تتعثر به، كانت امراه كبيره، فجاها شاب وقام معها هذا الكيس، بعدين ثاني يوم اكتشفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخواني رجاء الله يبارك فيكم، راه الامر عظيم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عظيم، من الرسائل ايضا المسمومه اللي يداولوا فيها، ان جاء صحن من العنب اهدي للحبيب المصطفى، فرسول الله حاش للحبيب المصطفى، جلس ياكل في كل الصحن بنفسه ما عزمش ولا حد من الصحابة، وهذا كلام لا يليق. بعد ما كمل قال لهم علاش أني كليته بروحي؟ لأنه كان حامض ومحبش يحرج من أهداله. الله المستعان، هذه من الأمثلة، من أمثلة رسائل الشيعة، الله يبارك فيك، لا أعلم كم تبقى لنا من الوقت. بقيت معي دقيقة ونصف أستاذ. نحاول بإذن الله سريعا. من الأشياء المسمومة جدا واللي يستغلوها جدا الآن هي رسائل الشيعة، الله يبارك فيكم، أراه الرافضة، نحن الرافضة والشيعة اللي من إيران ومن العراق ومن غيرهم، شيعة العالم بالذات شيعة الفرس، من أعدائهم، أعدائهم أهل السنة والجماعة، أعدائهم من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نبي، لأن عندهم علي هو النبي. من الرسائل الروافض المسمومة اللي يداولوا فيها طبعا حقدهم الأعمى على الحصان الرزان أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يكرهوها ويطعنوا فيها بسباب وغيرها، فيدسوا في رسائل مسمومة ولكن يغلفوا فيها، من بينها واللي يداولوا فيها أخواتنا واللي نحسبهم كما أسلفت عليه وعي وعدة من بينهم، إنه يا من تأخر زواجك، يا من تأخرت عليك الذرية، لك قدوة في السيدة عائشة زوج، يا أخي ما يقولوش حتى السيدة عائشة، يغلفوا فيها عائشة زوج النبي، توفى عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة وهي لم تنجب ولم تدعو بالذرية ولم تتزوج بعده. الرسالة هنا شن فيها؟ لا، رسالة عادية، ولكن والعياذ بالله طعن وقذف في بيت النبوة. خيب الله من أرسلها صراحة، ومن من من أنشأها ونصها. كيف ينبغي؟ هذه أمكم، أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، لسنا كأحد من النساء أبدا، أمهات المؤمنين، يحرمنا على أي رجل في الدنيا. من اللي بتتزوج بعد رسول الله يا خبتاء؟ سبحان الله العظيم، ويمرروا فيها. إيه فعلا، سبحان الله، المفروض نقتدوا بالسيدة عائشة، عجيب والله. لين يبعثوا لك الشيعة. نعم. من الرسائل الأخرى. عفوا. نعم. أستاذ.